السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم مجددا مباشرة من مدينة برشيد عاصمة ولاد حريز، من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة برشيد اللي مع بداية هذا العام الجديد سجلت فيها 41 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19. كنحييكم مجددا المتابعين الأوفياء، كنقول لكم بداية عام جديد إن شاء الله موفقة، سنة سعيدة للجميع المتابعين الأوفياء. كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة برشيد عاصمة ولاد حريز اللي تسجلت فيها 41 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19. هذه مجمل الأجواء متابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة برشيد اللي كتعرف في هاد الأثناء، يعني هاد الإصابات ديال هاد الحالات المؤكدة اللي تسجلت 41 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19، صفر حالة وفاة. أول نهار المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في مع بداية هذا العام الجديد، اللي بالمناسبة كنحييكم وكنقول لكم سنة سعيدة تدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وبجميع المتمنيات، تحقيق جميع المتمنيات. خديجة الحرش وعليكم السلام، تحياتي لك الأخت خديجة الحرش. السي عبد الغني وعليكم السلام، أمينتي اللي كنطلبوا الأخت خديجة الله يرفع علينا هذا الوباء. المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في، الله يرفع علينا هذا الوباء، نطلب من الله انه الله يرفع علينا هذا الوباء، علينا وعليك الاخت خديجه، علينا وعليك وعلى جميع المتابعين الاوفياء القناه شوف تي في. كنحييكم مباشره من مدينه برشيد في اطار رصد وتتبع الحاله الوبائيه اللي كتعرفها البلاد وبالضبط يعني كتعرفها المدينه ديال برشيد. متبادله الاخت خديجه. بالنسبة للحالات المؤكدة اللي ظهرت اليوم على المستوى العام 2328 حالة من إجمالي الحالات اللي وصل 92522 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19. سي عبد الطيف الناجي وعليكم السلام، أمين أخي الله يرفع علينا هذا الوباء، الله يرفع علينا هذا الوباء. دي مجمل الأجواء المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في من القلب ديال مدينه برشيد. بالنسبه للوفيات، يعني جوج ديال الوفيات من اجمالي ديال الوفيات اللي وصل 14251 حاله وفاه. المدينة ديال برشيد اللي تسجلت فيها 41 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19. سطات كاينة فيها حالة وفاة، 38 حالة إصابة مؤكدة بالمقارنة مع برشيد اللي كاينة 41 حالة إصابة، صفر حالة وفاة. كنتمنوا لكم نهاية أسبوع موفقة لجميع المتابعي قناة شوف تي في، نهاية ديال الأسبوع أول بداية ديال العام الجديد اللي كنطلبوا من الله أنه يدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وبتحقيق جميع المتمنيات، والله يرحم جميع الموتى، الله يرحم جميع الموتى.
سي عبد الغني، لكن يمكن أن ينتقل الفيروس من فم شخص آخر مصاب بالعدوى أو أنفيه عن طريق جزيئات سائلة صغيرة عند السعال أو العطس أو التكلم أو الغناء أو التنفس. تتنوع هذه الجزيئات ما بين الفطيرات الكبيرة الحجم، الجهاز التنفسي، والأهباء الجوية الأصغر حجما. تحياتي لك الأخ عبد الغني على هذه المعلومة، يعني كنحييكم مجددا على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة برشيد عاصمة ولاد حريز، اللي كيف ما كتشوفوا الأجواء المتبعين الأوفياء لقناة شوف تيفي. شيماء الطنجاوية لاباس، الحمد لله. الأخت شيماء الطنجاوية كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة برشيد عاصمة ولاد حريز. تحية للناس ديال ولاد حريز، الساكنة ديال مدينة برشيد، اللي الساكنة ديال مدينة برشيد والناس ديال ولاد حريز اللي معروف عليهم الجود والكرم والنشاط، كنحيوهم وكنحيو جميع المتابعين الأوفياء. يعني كاين واحد الازدحام، واحد اختناق مروري على مستوى يعني شوارع، هذا شارع رئيسي الرابط ما بين مدينة الدار البيضاء ومدينة السطات، يعني الدار البيضاء مراكش اللي هو شارع رئيسي. التفاعل ديالكم من خلال هذا البث المدينة ديال برشيد بالضبط، يعني كنحييكم كيف ما كتشوفوا الأجواء هي أجواء جميلة ومثيرة ورائعة من القلب ديال مدينة برشيد العاصمة ديال ولاد حريز. ديال المتابعين الأوفياء، يعني الأجواء يعني من القلب ديال مدينة برشيد اللي نقلنا لكم فيها الحصيلة الوبائية ديال المدينة اللي سجلت بها اليوم 41 حالة إصابة مؤكدة مع بداية هذا العام الجديد. وهذا يعني الحالات في تزايد، كانت مدينة ديال برشيد كتسجل فيها 5 حالات إصابة، 7 حالات إلى وصلات يعني كتوصل 11 حالة، ولكن في 24 ساعة يعني ما تعرفتش الأسباب علاش. في نظركم يعني المتابعين الأوفياء القناة شوف تيفي، يعني هذا العدد ديال الحالات ديال الإصابة اللي في ارتفاع، يعني 41 حالة إصابة مؤكدة اللي تسجلت بالمدينة ديال برشيد. كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تيفي، وكنقول لكم يعني عطلة نهاية أسبوع موفقة، بداية عام جديد موفق إن شاء الله لتحقيق جميع المتمنيات. الله يشافي جميع المرضى، هادشي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، وأنه الله يرفع علينا هذا الوباء، لأنه حاول أنه يغير من الحالة، يعني حاول يغير من الحالة يعني ديال الحالة ديال للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد أنه بغينا يعني ترجع الحالة كيف ما كانت من قبل. أجواء جميلة ورائعة من القلب ديال مدينة برشيد بالضبط، يعني الشارع الرئيسي اللي كيتواجد بالمدينة ديال برشيد. لهذه مع هذه العطلة ديال هذه نهاية الأسبوع اللي تزامنت مع السبت والأحد بداية العام الجديد، أن العديد من الساكنة ديال مدينة برشيد كيحاولوا يخرجوا لهذه الفضاءات الخاصة اللي كتواجد بأطراف المدينة ديال برشيد للترفيه والتنزه
لقضاء بعض الأوقات مع الوليدات والعائلة والأصدقاء. هذه مجمل الأجواء متابعي قناة شوف تيفي من القلب ديال مدينة برشيد عاصمة ولاد حريز. كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر اللي كننقلوا لكم الأجواء من قلب العاصمة ديال مدينة القلب العاصمة ديال ولاد حريز مدينة برشيد اللي كيف ما كتشوفوا يعني الأجواء المتابعين الأوفياء. مدينة اللي تسجلت فيها 41 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19. المدينة شهدت مع بداية هذا العام الجديد ارتفاع في عدد الحالات وفي عدد الإصابات، وهذا لأنه شيء يعني مقلق مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي كتنص عليها السلطات المعنية في المجال، لأن العديد من الناس أنه بحكم يعني تم الإهمال ديال مجموعة من الأمور، ما بقاتش ارتداء الكمامات، ما بقاتش اتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللي كتنص عليها السلطات المعنية في المجال. كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر اللي نقلنا لكم فيه الأجواء من القلب ديال مدينة برشيد عاصمة ولاد حريز اللي سجلت فيها اليوم يعني 41 حالة إصابة مؤكدة، صفر حالة وفاة بالمقارنة مع المدينة ديال السطات اللي تسجلت فيها حالة وفاة للأسف و 38 حالة إصابة مؤكدة. كاين واحد التقارب ما بين المدينة ديال برشيد وما بين المدينة ديال السطات فيما يخص تسجيل عدد الحالات ديال الإصابة بكوفيد 19. كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة برشيد اللي تسجلت فيها 41 حالة إصابة مؤكدة، صفر حالة وفاة. كنتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع موفقة لجميع متابعي قناة شوف تيفي وبداية عام جديد اللي كنطلبوا من الله أنه يدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وتحقيق جميع المتمنيات وبصحة، والله يرفع علينا هاد الوباء، الله يرفع علينا هاد الوباء، هادشي اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى. هذه مجمل الأجواء يعني المتابعين الأوفياء القناة شوف تيفي. أجواء جميلة من القلب ديال مدينة برشيد في هذه الأثناء. كنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر، على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. متابعي قناة شوف تيفي كنشكركم مجددا على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.